والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة نعجز على الشكر كل الناس، إن كان رسميين أو عائلتي أو أصحابي أو ولاد حومتي أو زملائي زميلاتي، الوزارات اللي سهلوا لي الإجراءات، إن كان في تونس أو في مصر أو لبنان، من الإمارات، من السعودية، من الكويت، من البحرين، من كل الوطن العربي، من ليبيا، من سوريا، من العراق. يعني ربي يفضلكم وإن شاء الله يا ربي يجزيكم الله كل خير. وبالنسبة للإمارات، أمي عاشقة للإمارات، أمي تحب الإمارات برشا الله يرحمها وينعمها. والحمد لله، إحنا الحمد لله إنه أمي دفنتها في تونس، الحمد لله. عاجزة عن الشكر لأنه الواحد لما يكون بعيد على مسقط رأسه تبدأ الحياة صعبة شوية، لكن الحمد لله الحمد لله. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها.